الناخب الإيراني الآن، أنا أتحدث بصراحة جدا يعني، محتاج إصلاح اقتصادي فقط، ليس له يعني ليس له ناقة في الجانب السياسي، وليس له ناقة في العلاقات الدولية. أعطيني جانب اقتصادي، لأن الشعب الآن متضرر 40 سنة حصار، يعني من تقريبا من الثمانينات، يعني من الحرب العراقية الإيرانية لحد هذه اللحظة هو حصار على إيران، وبالتالي الشعب بدأ مرحلة حقيقة أنه يجب أن يتخلص من الضيقة المالية. كيف يتخلص؟ في برنامج حكومي إصلاحي اقتصادي ومن ثم سياسي، وليس سياسي اقتصادي، لا، الاقتصاد أولا.